بحال رير دروا الا جا عنده لادفيرسير وكيدوز كيما بغا اش من رير دروا هذاك. ولكن مع التحركات ديال المقابله كيوليو بربعه. علاش؟ كيطلع هذا الكاسور معه وهاد روماريو مع هذا المهاجم كيتبادلوا الادوار. قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نجيو نهضروا على طريقه تكتيكيه ونهضروا على جوج ديال الطرق التكتيكيه ديال 3 4 3 وديال 3 5 2. ديال 3 4 3 اللي كان كيلعب بها بزاف هو يوهان كرويف فاش كان شاد البارسا في التسعينيات، اول واحد كيخرج الارض للوجود واول واحد كيلعب بها. والطريقه ديال 3 5 2 هي طريقه ايطاليه. يوهان كرويف مع البارسا في التسعينات دا بزاف ديال الالقاب وكان كيلعب غير بهذه الطريقه هذه، وكانت هذه الطريقه كتخلي انه يلعب طريقة هجومية. علاش؟ لأنه كان كيركز على الأطراف، كان كيركز بزاف على الأطراف. كرويف كان كيلعب واحد اللعب هجومي قلنا وكيلعب على الأطراف، لأن ربما كان هو من أحسن اللاعبين في الأجنحة اللي خلى أنه يلعب على الأطراف. نبداو بالتشكيلة اللي لقينا أنه كيلعب بها. أولا كنبداو بالسانك لاكس في الديفونس، قائد الدفاع اللي هو هذا كان كيلعب بنادال، الأب ديال نادال ولا العم ديال نادال اللي كيلعب التنس. نادال كان كيلعب به السانك. حدا نادال كتلقى جوج ديال الاظهره اللي هما فيرير وغاويتشي. هاد فيرير وغاويتشي هما الاظهره اللي مع نادال. واللاعب رولاند كومان فين حطو؟ اللاعب رولاند كومان كيكون بالضبط هنا. نقولوا له هنا في المغرب كاسور، كيلعب السيس ولا كاسور كان كنسميو. اذا كان كيعتمد في الديفونس على نادال اللي هو سانك اللي هو اللاكس ديال الديفونس مع الاظهره بجوج، وزاد ليهم هاد اللي كيربط الكاسور اللي كنقولوا ليه كاسور كيربط بين ديفونس والميليو. الفكره ديال كرويف هو ان هاد الديفونسور ولا هاد الدفاع كامل كل واحد يستغل المساحه ديالو، كل واحد الكولوار ديالو يستغلو باش غادي يكونوا متحكمين في الديفونس. نجيو للميليو اش كنحط؟ كنحط غوارديولا مع تشيك بجوجهم في الميليو. ولكن مع التحركات ديال المقابله كيوليو بربعه. علاش؟ كيطلع هاد الكاسور معه. نجيو للهجوم، الهجوم قلب الهجوم اللي هو الناف عنده واحد الدور كبير هنا، لانه هو كيحاول يجر معاه المدافعين وكيخلي الناس اللي جايين من اللور منهم روماريو اللي وراء المهاجم منهم اللعابه ديال الميليو كيحاولوا يدخلوا كيمركيو اهداف، وهاد روماريو مع هاد المهاجم كيتبادلوا الادوار. نجيو للدور ديال الاجنحه، الاجنحه راه بين الدور ديالهم انهم كيهجموا انهم كيحلوا ديفونس، كيخليو ان يخليو ثغرات باش يلقاو هاد جوج ديال المهاجمين والميليو ان يلقاو فين غادي يدخلوا، لان هاد السيد هذا كيلعب واحد الطريقه هجوميه، لانه هو كان كيعتمد بزاف على الاجنحه. ولقبوه بصانع اللعب العصري، وهكذا قدر يسيطر في التسعينات على الكؤوس والالقاب، لان هذه الخطه هذه ما كتعتمدش على الثبات، كتعتمد على الحركه وعلى التحركات وعلى السيطره على المساحات. هذا سر من الاسرار ديال الكره الشامله. دابا شفنا الطريقه باش كان كيلعب يوهان كرويف، واول واحد تقريبا خرج هذه الطريقه هذه او هذا التكتيك هذا. اجيو نشوفوا الطريقه باش كيلعبوا الاغلبيه ديال البطوله الوطنيه. الاغلبيه الا ما قلت لكم شكون شي كيلعب ب 4 3 3. علاش؟ هذه الطريقه هذه كتلعب بها الا كنتي متخوف من الفريق الاخر، لان المدرب خصو يدرس الفريق الاخر ويعرف الخصم كي داير. الا شي خصم قوي تقدر تلعب 4 4 2 ولا 4 3 3، اما الا كان ضعيف ولا تقدر ما عندوش اظهره مزيانين ولا تقدر تستعمل الاظهره ديالك وتستعمل الاجنحه، المشكله اننا كنلعبوا انهم كيلعبوا بطريقه واحده، لان فاش كتدرس الخصم كتعرف الاظهره ديالو كي دايرين، كتعرف اللاكس ديالو الديفونس كي داير، كتعرف الميليو كي داير، كتعرف لاطاك ديالو كي داير، وكتدرس وكتعرف كيفاش انك غادي تواجهو. الا عندك عنده شي جناح خفيف وعندك انت ظهير ضعيف كتشوف انت الحل ديال داك الشيء، ولا كان اصلا ضعيف خصك تشوف انك تبدلو، لا مكان للضعفاء معنا. اجي نشوفو كوبوست والدور ديالو. نبداو بهذا اللاكس ديال الديفونس، كيكون الكابتو 5 كيكون واحد اللي هو قلب الدفاع والمساعد ديالو، اذا هاد الجوج هما اللي كيكونوا في الديفونس في اللاكس. كتلقى الاظهره، الاظهره ديالنا بغيت نقول لكم واحد القضيه في الاظهره، الظاهر خصو يكون عنده حس دفاعي اكثر، لان علاش هو تما اول حاجه يديرها هو يدافع. الا كان في الجانب الدفاعي مزيان ما نقدروا ما نحتاجوش في الهجومي، ولكن الا كان
في الهجومي مزيان وفي الدفاعي خايب راه غادي يكلف الفريق بزاف. اذا الاظهره بلا ما نفكروا انهم يوليو اجنحه ويرجعوا، نفكروا انهم يحاولوا يحافظوا غير على نظافه الشباك من خلال الكولوار ديالهم، لان الكولوار ديالك الا عصرتيه بحال لارير دروا الا جا عنده لادفيرسير وكيدوز كيما بغى اش من لارير دروا هذا. و الا كان لارير غوش ولا لارير دروا ضعيف في هذه الحاله كيحاول يغطي عليه المساعد ديال السانك في هذه الحاله، وهاد الجوج السانك والكات في اللاكس كيكون واحد فيهم في لي كورنر الا كان كل واحد شد واحد ضروري يكون واحد ليبر انه كيتبع غير كره. هذه في حاله الا كانوا المهاجمين ديال الخصم ما طالعينش كاملين، اما الا طلعوا كاملين راه كل واحد كيشد ديالو. قلنا الا كاينين قلال كيكون هو ليبر باش غادي يتبع غير كره، وكون مدرب والطريقه ديالو. اجيو نشوفوا الكاسور هو كيربط بين الميليو وبين الديفونس، هو الرابط بين الميليو والديفونس. الا كانوا هاجمين علينا كيجي مع اللاكس مع هذا السانكو الكات، والا كنا هاجمين ولا كره عندنا كنوليو كنلعبوا بثلاثه في الميليو. نجيو لاطاك، لاطاك كنلقاو ناف مع الاجنحه ملي كيطلع الظهير اللي هو لارير غوش ولا لارير دروا كيحاول يدخل وكيلعب هو وياه كما كنشوفوا في لي ماتش انه كيدوز ويدوز ليه من اللور باش يطلق ليه باش يسونطري، ولاني راه عيب وعار انك كنشوفوا في البطوله اظهره اللي ما كيسونطريوش مزيان. نقدر نقول لكم جوج اللي كيبانوا ليا في الاظهره في البطوله انهم كيسونطريو مزيان، لان الدور ديالك قلنا انه تقريبا 80% دفاعي، ولكن الا مشيتي يتعطاك ادوار هجوميه خصك تحمر وجه المدرب ديالك انك تطلع وتسونطري كواري مزيان. كنجيو للميليو قلنا انهم كيلعبوا في الميليو، هذا هو الربط بيناتهم. الاجنحه راه كيحاولوا يرجعوا لهنا الا كان الفريق قوي ولا ضغط علينا كنرجعوه هكا كنلعبوه هكا. كنوليو دايرين تقريبا جوج ديال الخطوط على حسب هذا الخطه ديال المدرب، كنوليو دايرين جوج الخطوط وكنخليوه هنا ناف في السونتر تقريبا على تيلا بغينا نديرو المرتدات ولا شي كره مرتده باش غادي. وكاين اللي كنستغرب لشي مدربين كيردو حتى ناف لهنا زعما راه غير كيطلب السلامه كيتسنى البيت يدخل عليه. هادشي درنا لكم شويه بعجاله، وكنتمنوا ان نكون وصلنا لكم هاد الطريقه هادي مناش بدات وشكون اللي كان كيستعملها. والفيديو الجايين غادي نحاولوا ندير لكم طرق اخرى وتكتيك اخر، وكنتمنوا لكم منطر تعطونا الاراء ديالكم، وبعد المقابله ديال المنتخب غادي نحاولوا ندرسوا كيفاش لعب المنتخب ولي بوست كيفاش كانوا والناس اللي استدعاو. هذا تحيه لكم، السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.